أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت الأجواء شديدة الحرارة بالتأثير في عموم مناطق المملكة بالتزامن مع أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تشتد وطأة الحر في المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، خاصة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع، لتصبح درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات في عموم مناطق شرق المملكة، قد تلامس 50 مئوية في أجزاء من المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الحالي. نستعرض الآن وإياكم صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة في أجزاء واسعة من المملكة. هي ناتجة عن اندفاع لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية، هي ما ستعمل على استمرار الأحوال الجوية الغير مستقرة والتشكلات الركامية الرعدية في أقصى جنوب غرب المملكة خلال نهار اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية أو تفاصيل درجات الحرارة بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد تستمر الأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية من المملكة، حيث تكون درجات الحرارة في منتصف الأربعينيات، بينما تكون بين بداية الأربعينيات ومنتصف الأربعينيات في عموم المناطق الغربية من المملكة باستثناء المناطق الجبلية العالية، حيث تكون الأجواء أكثر اعتدالا. اعتبارا من يوم الاثنين تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية ومنها الأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية، تصبح درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات في الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية، أجزاء من حفر الباطن، منطقة الإحساء والربع الخالي أيضا، كما ترتفع درجات الحرارة في منطقة الرياض والقصيم، وتستمر الأجواء معتدلة فوق القمم الجبلية العالية الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. يوم الثلاثاء بإذن الله تستمر درجات الحرارة بارتفاعها، حيث يتشكل منخفض جوي سطحي حراري في أقصى شمال المملكة، ما يدفع برياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة السرعة بالمجمل، لكن ستعمل على ارتفاعات على درجات الحرارة تكون أو تلامس أواخر الأربعينيات مئوية في منطقة حفر الباطن، أجزاء من الحدود الشمالية، أيضا أجزاء من الشرقية، الإحساء، الربع الخالي، وامتدادا حتى منطقة الرياض، لكن منطقة الرياض والقصيم وحائل ستكون في منتصف الأربعينيات مئوية، تكون درجات الحرارة أيضا معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات العالية من منطقة تبوك. نتحدث الآن عن الأمطار وحالة عدم استقرار الجوي التي تؤثر على جنوب غرب المملكة. نبدأ من يوم الأحد، فرصة تشكل الغيوم الركامية الرعدية مستمرة فوق مرتفعات جازان وأيضا مرتفعات عسير وأبها خلال عصر ومساء يوم الأحد. يوم الاثنين بإذن الله يتوقع أن يتجدد تشكل هذه الغيوم الركامية الرعدية في نفس المناطق، أي مرتفعات جازان وعسير، لكن لاحظوا اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الرطبة المدارية من الأراضي السودانية باتجاه جنوب الأراضي المصرية. هذا الاندفاع للكتلة الهوائية الرطبة قد يعمل خلال الأيام القليلة القادمة على تحسن فرص الأمطار في أجزاء من مناطق المدينة المنورة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة والطائف وأيضا منطقة الباحة، خاصة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع. هي كما ذكرنا ناتجة عن اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الرطبة المدارية، لكن تأثير هذه الكتلة الهوائية الرطبة المدارية سيكون بالأغلب أو أساسا على أجزاء من الأراضي السودانية وأيضا جنوب الأراضي المصرية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تكون الأجواء مستقرة بشكل عام، غيوم متفرقة، 31 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31، نفس الأجواء والحرارات متوقعة يوم الثلاثاء والأربعاء مع انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية يوم الأربعاء خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل فوق العاصمة الرياض. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 41 ل 26، سكاكا طقس مشمس 41 ل 31، عرعر 42 ل 29 مع طقس صافي بشكل عام. نذهب الآن للمدينة المنورة 43 ل 34، جدة 37 إلى 32، مكة المكرمة 43 ل 34، والطائف 33 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 21، الباحة 30 إلى 23، وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية.
نذهب الآن شرقا نحو الدمام 44 ل 33، حفر الباطن 46 ل 32، والإحساء رياح نشطة مع 48 إلى 34 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، طقس صافي 34 إلى 31، بريدة 44 ل 29، وحائل 41 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.